عندما تتحول الأحلام إلى حقيقة والفرص إلى واقع. يطيب لي في البداية أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز جزيل الشكر والامتنان على الاستضافة الكريمة لهذه الدورة، والشكر موصول لمعالي يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية. في زمن الرؤية نؤكد أن هذه الدورة ليست مجرد منافسات رياضية. قبل أن تبدأ البطولة مبارك الفوز بالحب والفخر والتعاون الخليجي، مبارك بصمتكم الإيجابية في العالم من حولكم، مبارك روحكم الرياضية وقدراتكم التنافسية وفالكم الفوز بإذن الله. الحمد لله حصلنا على شرف الموافقة، يسعدنا احنا يعني تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي، نأكد على أهمية المشاركة الرياضية للطالبات وتأهيلهم للمنافسة عالمياً.